صباح الخير يا أعزائي. صباح النور. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. أخبروني يا صغاري، ماذا فعلتم صباحا قبل المجيء إلى المدرسة وما هي نشاطاتكم؟ تفضلي إنجي، أخبريني ماذا فعلت صباحا؟ عندما استيقظت صباحا تناولت وجبة الفطور مع عائلتي، وفي أثناء ارتداء ملابسي للذهاب إلى المدرسة دندنت أغاني لفيروز. جميل، أحسنتي. تفضلي فاتنة، هيا أخبريني ماذا فعلت صباحا؟ عندما بدأت يومي الصباحي وضعت لي أمي أغاني فيروز عند وجبة الفطور، ووالدي احتسار القهوة، وأنا احتسيت الحليب. أنت رندا ماذا فعلت صباحا؟ استيقظت ثم أمي وضعت لنا أغاني لفيروز، ثم تناولنا الفطور ووالدي تناولا القهوة وأنا وإخوتي الحليب. الحليب، جميل. يا أعزائي، من هذا الحوار ماذا نستنتج؟ من هذا الحوار الجميل، تفضلي غزل، ماذا نستنتج؟ إن وجبة الفطور مهمة جدا. مهمة جدا، أحسنتي. ماذا أيضا؟ هيا يا سالي أخبريني. أنا فيروز هي صوت الصباح. إذن فيروز مرتبطة دائما بصباحاتنا. هل تعرفون معلومات عن فيروز؟ سأخبركم أنا. فيروز اسمها الحقيقي نهاد حداد، هي لبنانية الأصل. إذن من أين هي؟ من؟ تفضلي سالي. من لبنان. من لبنان، أحسنتي. بما أنكم تسمعون فيروز صباحا، هل تعرفون أغاني لفيروز؟ نعم. من سيغني لي لفيروز؟ هيا فاتنة، ما اسم الأغنية التي ستغنينها اليوم؟ ليلة عيد. ليلة عيد، جميل، تفضلي. ليلة عيد، ليلة عيد الليل، ليلة عيد، تيلي وناس صوت جراس عم ترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد الليل، ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. أحسنتي يا فاتنة، جميل. من أيضا؟ هيا سالي، تفضلي عزيزتي، ما اسم الأغنية التي ستغنينها اليوم؟ عيد الليل. عيد الليل، تفضلي. عيد الليل، زهر الليل، صوت العين ضوى الليل، موج يا سما بالعنائي، هلي بالحلا بالمواعي. شكرا لك يا سالي، جميل صوتك جدا. من أيضا هي غزل، ما اسم الأغنية التي ستغنينها اليوم؟ الغريبة. الغريبة، تفضلي. مرئة الغريبة عطتني رسالة، كتف حبيبي بالدمع الحزين، فتحت رسالة حروف ضايعي وما رأيت إياه، وغربت نسمين وحروف رسالي ما حيها الشتين. أحسنت يا غزال، جميل جدا. والآن أعزائي، ماذا نستنتج من هذا الحوار؟ أن فيروز هي صوت الصباح. أحسنتم. والآن أعزائي، ما رأيكم أن نستمع لأغنية جميلة لفيروز؟ هيا معنا. اسم الأغنية شمس الأطفال. أرجو منكم الإصغاء جيدا والتمعن بكلمات الأغنية لأتعرف على آرائكم عندما أنتهي. هل أنتم جاهزون؟ نعم. حسنا. زوري زوري بيوتنا يا شمس لعب الدنيا،
إلى بديهية. ركضوا ركض النهر، ضحكوا ضحك العمر، وانتشرت أضواء يا شمس الأطفال. من قمر وسماء ملأوا البيت هنا، عتبات الدارة أعياد والأيام صفاء. في الدرب الموصود في الأيام السود، رفقا بالأطفال يا شمس الأطفال. ما رأيكم بهذه الأغنية؟ جميلة جدا. جميلة جدا، أحسنتم. هل تعرفون عن ماذا تتحدث هذه الأغنية؟ عن ماذا؟ تفضلي سالي. عن الأطفال. عن الأطفال، من أيضا سيخبرني؟ هيا رندا، عن ماذا تتحدث أغنيتنا؟ عن براءة الأطفال. عن براءة الأطفال وأهميتهم في حياتنا. الآن أعزائي، هنا في هذا في هذه الجملة عن ماذا تتحدث؟ من هي يا يدها يا حرير؟ من هي التي يدها يا حرير وتهز السرير؟ من هي؟ تفضلي غيناء. إنها الأم. الأم، جميل. إذا هنا في هذا المقطع يتحدثون عن دور الأم في تربية الأطفال. من هي؟ من هما القمر والسماء في المقطع الثالث من قمر وسماء؟ من؟ تفضلي فاتنة. الأم والأب. الأم والأب. ملأوا البيت هناء، أي أن وجود الأب والأم في المنزل يعطي المنزل ماذا؟ السعادة والحنان. أحسنت عزيزتي. عتبات الدارة، ماذا تعني عتبات الدارة؟ تفضلي إنجي. عتبات المنزل. المنزل، أحسنت. في الدرب الموصود، الموصود يعني المقفل، والأيام السود رفقا بالأطفال، ماذا تعني هذه الجملة؟ هيا غزل أخبريني، تفضلي. أن الأبوين هم يعتنون بأطفالهم لو مهما حصل. مهما حصل، أي يجب على الوالدين أن يعتنوا بأطفالهم رغم الأيام الصعبة التي تمر بهم. أحسنت عزيزتي. والآن من سيغني لي مقطعا من هذه الأغنية؟ هيا سالي تفضلي. ما اسم المقطع الذي ما هو المقطع الذي ستغنينه معي؟ المقطع الثاني. المقطع الثاني، هيا تفضلي. واحد اثنان. يا يدها يا حنين، رزي ورزي سرير. احسنتي. فينام ويحلو لي ويغلو والى غد يطير. ركضوا ركض النهر، ضحكوا ضحك العمر، وانتشرت أطفال يا شمس الأطفال. أحسنتي يا سالي. عن ماذا يتحدث هذا المقطع ولماذا أحببته؟ لأنه يتحدث عن حنان الأم والاعتناء بطفلها، واجبها في الاعتناء بطفلها. هيا إنجي، ماذا ستغنين معي اليوم؟ المقطع أي... الثالث. الثالث، هيا معا. واحد اثنان. قمر وسماء ملأوا البيت عتبات الدارة أعياد والأيام صفاء. في الدرب الموصود في الأيام السود، هذا المقطع يا إنجي؟ لأنه يدل على مهما كانت الأيام الصعبة وسوداء الأطفال يحلون أيام الأب والأم. إذن أهمية الطفل وواجبنا بالعناية به من قبل الأب والأم. هيا غيناء، ماذا ستغنين لي؟ المقطع الأول. الأول، حسنا عزيزتي. واحد اثنان. نوري نوري بيوتنا يا شمس الأطفال.
المقطع يا رينا؟ لأنه يدل الطفل لأنه يشبه الشمس. إذن يشبهون الطفل بالشمس، أحسنتم. والآن ما رأيكم أن نغني الأغنية كاملة معا؟ نعم. هل أنتم جاهزون؟ نعم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. زوري زوري بيوتنا شمس الأطفال، وأضيئها بيوتنا شمس الأطفال، لهم حب الدنيا لهم لعب الدنيا وهم فرح البال. أحسنتم أعزائي، كم أنتم جميلون. أشكر لكم حسن غنائكم واستماعكم وأصغائكم. والآن يا أعزائي سنتحدث عن أهمية الآلات وأنواع الآلات المفضلة لديكم. من سيخبرني بنوع الآلة المفضلة؟ هيا يا رندا، ما نوع آلتك المفضلة؟ آلة البيانو. البيانو، لماذا تفضلين البيانو؟ لأنها تصدر صوت جميل جدا وهادئ. أحسنت عزيزتي، ما نوع هذه الآلة؟ نوعها وترية. وترية؟ أين هي الأوتار؟ لا أرى الأوتار، من يخبرني لماذا هي وترية؟ لأنها داخل البيانو. الأوتار داخل البيانو، أحسنت عزيزتي. والآن ما نوع الآلة المفضلة لديكم؟ من سيخبروني؟ هيا عزيزتي تفضلي. أحب آلة الكلارينيت. لماذا تحبينها؟ لأنها تعطي ألحان عذبة ودافئة. ودافئة، جميل. هل هي آلة، ما نوع هذه الآلة؟ إنها آلة نفخية. نفخية، أحسنتي. هيا من سيخبرني أيضا بنوع آلته المفضلة؟ هيا سالي تفضلي. الكمان. الكمان، لماذا تحبين الكمان يا سالي؟ لأنه يصدر أصواتا جميلة جدا. جدا، ما نوع هذه الآلة؟ وترية. أحسنتي، من سيخبرني؟ هيا إنجي. أحب آلة الأكورديون. الأكورديون، لماذا تحبينها؟ لأنها تصدر أصواتا جميلة جدا، يمكن العزف عليها وهي سهلة العزف أيضا. أين رأيتيها لهذه الآلة؟ في المدرسة. في المدرسة؟ أحسنتي، ما نوعها؟ نفخية هوائية. أحسنتي، معلومة جميلة. هيا عزيزتي فاتنة أخبريني كم أيضا ما نوع آلتك المفضلة؟ الجيتار. الجيتار، لماذا تحبين الجيتار؟ لأنه يعطي ألحان سعيدة. سعيدة، جميل. ما نوع هذه الآلة؟ وترية. وترية، أحسنتي. غينا، هيا يا عزيزتي ما نوع آلتك المفضلة؟ أحب جدا البيانو. البيانو، لماذا تحبين البيانو؟ لأنه صوته يعطي الأمان وهادئ وجميل. وجميل، ما نوع هذه الآلة؟ وترية. أحسنتي، معلومات جميلة، شكرا لكم أعزائي. والآن أعزائي سنستمع إلى آلة جديدة، أرجو منكم الإصغاء جيدا لأخذ آراءكم في نهاية العصر. ما رأيكم بهذه الآلة؟ جميلة جدا. جميلة جدا، هل أعجبكم صوتها؟ نعم. هل تعرفون هذه الآلة؟ كلا، هذه الآلة تدعى الإكسيليفون. ماذا تدعى؟ الإكسيليفون. إذا سنتعرف عليها، هذه آلة الإكسيليفون. اسمها الثاني الجلوب ناشبل، ما اسمها؟ الجلوب ناشبل. ما نوعها؟ هل شعرتم أنني أعزف على أوتار؟ لا. لا. ما من يقول لي ما هو نوعها؟ هيا عزيزتي ما نوعها؟ إنها إيقاعية. إيقاعية، أجل، فإنها بالطرق. أحسنتي عزيزتي. هل هي منغمة أو لا؟ هل سمعتم أنغام أثناء العزف؟ تفضلي فاتنة. إنها منغمة. منغمة، أحسنتي عزيزتي. سنتعرف الآن على أقسامها. هذه الآلة عبارة عن أجزاء من المعدن، كل جزء منها عندما يصبح أصغر يصبح الصوت أحد، وكلما أصبح أعرض أصبح الصوت أغلظ. هذه الآلة لها قاعدة من الخشب، إذا ما نوع قاعدتها؟ من الخشب. من الخشب، يضرب عليها بواسطة مضارب. هذه المضارب مصنوعة رؤوسها من المضاد. إذا ما نوع هذه الآلة في البداية؟ آلة إيقاعية. إيقاعية، أحسنتم أعزائي. قاعدتها مصنوعة من الخشب، يضرب عليها بواسطة المطارق أو المضارب. أحسنتم أعزائي. ما نوع الرؤوس؟ مما مصنوعة؟ تفضلي فاتنة. من المطاط. من المطاط، أحسنتم. ما طبيعة صوتها؟ هل هو
خافت أم لامع؟ لامع. إذن هذه الرؤوس المطاطية تعطي اللمعان لصوت الآلة. من سيجرب لي العزف على هذه الآلة؟ تعالي إنجي، تفضلي. هيا عزيزتي. أحسنتي، جميل جدا. والآن لنقرأ التمرين الموجود لدينا هنا، التمرين بطريقة صلفائية. حسنا، ما نوع هذا الميزان؟ ما نوع هذا الميزان؟ تفضلي سالي. ميزان ثنائي. ثنائي، أحسنتي عزيزتي. والآن من سيقرأ لي التمرين؟ هيا يا غزل. واحد، اثنان، دو، ري، مي، فا، صل، لا، سي، دو. أحسنتي. من أيضا؟ من أيضا؟ هيا رندا، تفضلي. واحد، اثنان، دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو. أحسنتي عزيزتي. الآن من سيجرب لي عزف هذا التمرين على الأكسيليفون؟ تعالي يا رندا. هيا عزيزتي، تفضلي، امسكي المطرق. هيا، واحد، اثنان. أحسنتي عزيزتي، شكرا لك. من أيضا؟ هيا تعالي يا فاتنة. شكرا على مشاركاتكم الجميلة أعزائي. هيا تفضلي عزيزتي. واحد، اثنان. أحسنتي. هيا، من سيقرأ لي التمرين الثاني هبوطا؟ هيا أعزائي، ما نوع الميزان بداية؟ ما نوع الميزان إنجي؟ ميزان ثنائي. أحسنتي. من سيقرأ لي التمرين؟ أريد وجوها جديدة، تفضلي فاتنة. واحد، اثنان، دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو. والآن هبوطا، من سيقرأ لي هبوطا؟ هيا سالي. واحد، اثنان، دو، سي، لا، صول، فا، مي، ري، دو. أحسنتي. من؟ هيا غيناء، تفضلي هبوطا. واحد، اثنان، دو، سي، لا، صول، فا، مي، ري، دو. جيد يا غيناء، ولكن لا تسرعي في نهاية التمرين. من سيجربه عزفا؟ هيا يا غزال، تفضلي، امسكي المطرق. هيا، واحد، اثنان، احسنتي عزيزتي، احسنتي صنعا. من ايضا؟ هيا ساري، تعالي، تفضلي سالي. يلا، احسنتي عزيزتي، شكرا لك. والان من سيقرأ لي التمرين الاخير؟ هيا هيا، اريد عديد من المشاركات، تفضلي هنا. واحد، اثنان، دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو. دو، سي، لا، صول، فا، مي، ري، دو. احسنتي. اذا هذا السلم صعودا وهبوطا. من ايضا؟ هيا رندا. واحد، اثنان، دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو. دو، دو، سي، لا، صول، فا، مي، ري، دو. أحسنتي رندا. والآن من سيجرب لي التمرين عزفا؟ هيا تعالي فاتنة، تفضلي، هيا نعزف التمرين معا. دو، ري، مي، فا، دو، لا، سي، دو. دو، سي، لا، صول، فا، مي، ري، دو. أحسنتي. من أيضا؟ هيا غيناء، تعالي عزيزتي. واحد، اثنان، من ايضا؟ هيا رندا، تعالي، تفضلي.
عزيزتي. والآن ما رأيكم أن نقرأ التمرين معا؟ واحد اثنان دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. أحسنتم أعزائي، شكرا لكم على حسن استماعكم اليوم ولمشاركاتكم الجميلة. أرجو منكم في الدرس القادم جمع معلومات عن المطربة فيروز. لنستمع لمقطع من أغنيتنا اليوم، هل أنتم جاهزون؟ نعم. الدرس القادم جمع معلومات عن السيدة فيروز لنتشارك بها مع الأصدقاء. أشكر لكم اليوم حسن استماعكم ومشاركاتكم اللطيفة والرائعة، لكم كل التوفيق. اليوم درسنا كان بيحتوي عدة فقرات، ومنها أول شيء حكينا عن أهمية الطفل بأغنية اسمها شمس الأطفال، أهمية الطفل بحياتنا، وحكينا كمان عن أهمية فيروز ودورها بنشر السعادة صباحا، وهي متعلقة دائما بالصباح. وبالفقرة الأخيرة شرحنا عن آلة الإكسيليفون وكيفية العزف عليها. هو اسمه شمس الأطفال، بيحكي عن أهمية الطفل، هو عبارة عن أغنية بتغنيها فيروز. كثير اليوم استمتعنا وتعلمنا العزف على آلة الإكسيليفون والسلم الموسيقي، وكثير كان حلو اليوم. اليوم أخذنا درس عن الموسيقى، كثير كان حلو. الأنسة كمان كانت تعاملنا كثير ظريف، وكمان هون الأجواء بالمنصة كثير كانت حلوة، وأخذنا شلون نعزف على الآلات، وأخذنا شلون صعودا وهبوطا العزف، وكثير كان حلو الجو هون بالمنصة، وكان التعامل كتير كتير ظريف. كمان استخدمنا الشاشات الإلكترونية وتعلمنا التقنيات الحديثة. حبينا الفقرات اللي أخذناها حبيناهم، وحبينا الترتيب، كيف كان الترتيب وكيف كان الوقت تقسيم الفقرات كمان. موسيقى